حتى الحمام بتاخدي فيه التليفون؟ عادي. طيب بقول لك يا حبيبتي، مش كنا اتفقنا قبل كده ان انت هتوريني الكونفرسيشنز بينك وما بين مروان؟ طيب ممكن اشوفها دلوقتي؟ هي دي بس كل الحاجات؟ هي. انت متأكدة ان انت ما مسحتيش حاجة؟ لا اكيد ما مسحتش حاجة. طيب بص يا حبيبتي، البوليس لقى على تليفون ماضو حاجات بتقول ان انتوا قعدتوا تتكلموا كتير قوي وقريب من وقت الحفلة، واكيد كان بيسأل عليكي. معنى كده ان هو اللي كان بيكلمني وانا ما كنتش برد؟ يبقى على الاقل كان بيبعت. بابي دي كل الكونفرسيشنز اللي بيني وبينه. He's not a close friend. ثواني.